حركة الذكر علامة على اليمين، وإنما حركة الذكر يتنبأ بالنسبة. الآن الجماع وقع عندنا، وسد وقع عندنا، شوها تنكرت الأمور كلها، ماشي يجري. أسأل الله إذا يردتم بالنسبة يرد الله مواه. نظروا الشيخ بكر شوها قول أحمد يقول: من زارنا أو ذكرنا في مجلس فأنا ضمين ظلم الجماعة. هؤلاء أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا سيد النبي. كان واحدنا حد يقرا 40 ختمه عن النبي حد 30 ختمه حد شريف حد عاجل. مقارنه برايي دروس في جاهلوا بالنفوس. وشو لفخر لنا شيء يا اخواني، لفخر لنا هذا لفخر لنا في العلم. وعاد حد علماء مثل ابائي وابائكم، شو من رجال الصدق ورجال الحق لا خلاص هذا، وانتم لا تضيعون انفسهم. كذلك شو احمد بن كريم مقدم، واذا اصبحتم الى هناك فتدركون على حصاكما تخيروا لي تخيروا لي واضربوا عليها على تلك الحصاء. المحضار الاخوان فلا تعرف تخيروهم يوم جلسوا عليها، كيف وصلتم كيف نياتهم تخيروهم. فاخرتكم رايي دروس، واخرتكم الشعري، واخرتكم العلمي، وعبد الرحمن بن علي، واخرتكم شهاب الدين، واخرته الشيخ بكر بن سعد، واخرته الحسين، ولغه الامام عمر بن العطاس، وعبد الله الحداد، واخرتهم من المتاخرين مثل هذه الروس بن عمر الحبشي، وعلي بن حمد الحبشي، وعبد الرحمن بن حمد المشهور، وذا الحين فيهم الرجال. توجهوا الى الله ان الله يرد ما ضاع علينا. ما حدث لاحظكم، ولكن اتعبد تعبد منهم، وادعوا واركوا لكم بجهاد ومقصد احسان. ثم غضب الصلاه نصف الصلاه وصلوها جماعه، ونوهوا حضوركم بالذكر والتلاوه. ورافع عبد الله الحداد ما هو يفكر من نفس الباخر يا خسر حال سيد السير الحسن قد سلككم تستر قلوبهم منكم، سوكم على المرقى منهم، وهم يقيم العالم كله. سوهم قال الشيخ بكر بن سالم: الدنيا تنقطع ما في راحتي. سيد السير الحسن توجهوا وجهه وشكوا الحاجه داعيه، ولكن عسى ربي يوفقنا ويوفقكم. الحمد لله على سماع هذا الكلام الطيب والغيث الصيب الذي يجني ويقرب، والذي يطهر القلوب عن شوائبها، ويرفع السامع بنية صالحة إلى القربة ومراتبها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تركة من التركات النبوية المحمدية الأحمدية العلوية، خلفها فيكم سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين. مضاف المجلس المبارك، قال سيد الوالد وعد مولد سرور الجنة المعنوية، داعيه جد الحسن. سمعتم في كلامه، قال شي أرسلت لكم رسائل تجون، شي أرسلت لكم عزام من عندي، قال لا لدعاكم محمد صلى الله عليه وسلم. إيمانكم بهذا النبي ورغبتكم فيما عند الله وتشممكم إلى الدخول في دوائر أهل القرب هو الذي حداكم وأحضركم إلى هذا المكان. وخلفوا حبيبنا محمد بن علي، وخلفوا حبيبنا عبد الله بن محمد وإخوانه، والمجلس قائم تسمعون هذا الكلام. نرجو لمن يسمع بنية صالحة أن يلحقه الله بالرجال الذين سمعوا من فم الحبيب علي بن عبد الله، حتى يحشر في زمرتهم إذا جاءوا له نية. وعرف قدر هذه التركة التي خلفها فينا الكبار، وخلفها فينا أهل الأنوار. كم من حاضر حضر، لما حضر الإمام أحمد بن عبد الرحمن السقاف قال للحب علوي: حضرت مجالس الكبار قبلك من العارفين، لكن ما رأيت مثل السكينة اللي في مجلسك هذا وفي هذا المولد. فقال الحب علوي: شهادة من عارف بالله سبحانه وتعالى جاءتنا. فالحمد لله على هذه الخيرات، وفيها الحدو إلى سلوك الطريقة ومعرفة قدر أمثال هذه الزيارات القائمة على الإنابة والإخبات والنيات الصالحات، ومعرفة سنة خير البريات صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به. تأتيكم بعد ذكرى الإسراء والمعراج اللي حلت بكم. كان الحب علوي هو داخل إلى بعلوي يقول للحب محمد: يقول الليلة كل بيحتفل من المسلمين بالإسراء والمعراج، لكن ما حد معه مسجد مثل مسجدنا هذا عند دخوله إلى ذاك المكان، واللي تمتلئ قلوبهم بأسرار العطايا الربانية الرحمانية، فنالوا الخصائص بذلك. واللي انصرف قلبه ما يعرف إلا شيء من الظواهر وشيء من الحسيات يحجب ويحرم ويفوت شيء كثير. فكم بحسن الظن من إمدادي قد ناله من كان ذا اعتقادي، في خامل إمام حق هادي يرونه الناس من الجهال. فكم خفيف الناس من مسكيني قد امتلى من صفوة اليقين، وهان بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي. وكم حضر من الأكابر في مثل هذا المجلس،
وروحانيتهم وخيراتهم باقية معكم الحمد لله على هذه النعمة وعلى قيام هذه المظاهر عندنا في البلدة المصونة الميمونة المباركة. ولكن كما قال ربكم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لا قصد المتاع الدنيوي ولا قصد المظاهر ولا قصد السلطة ولا قصد الحكم ولا بغوا من أحد شيء. وكان يسمعونه في مثل ذا المكان يقول شحبت بحلقي فيكم وما أنا مسهن السكر من أحد إلا من الفقيه المقدم. يعني يريد المراتب مع القوم الكبار. والشيء الذي يريد بوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بهذا الخوف منه سبحانه وتعالى. وسمعنا هذا الحث على الإنابة والخشية ونعرف قدر الزيارة ومعناها ونذهب بالنية الصالحة ونترك بيوتنا الثلاثة الأيام الأربعة الأيام الأكثر. وكانوا يحثون على أن تكون إقامة الزائر وسط الشعب أربعة أيام ويرجون من الله لمن فعل ذلك أن يكسى حلة باطنية. قال الحب علي المشهور حلة قبول وإقبال ووصول وإيصال يكساها إذا أقام في الشعب أربع أيام غير يوم الدخول والخروج. ويقولون ونرجو لمن قرأ المولد في زيارة النبي هود أن يمر عامه كله على حال جميل ولا يرى سوء ولا مكروه إلى العام المقبل. وهكذا كان الحب علي حبشي يقول أثر زيارة النبي هود بعضهم تبقى عنده يوم ويومين وبعضهم شهر وبعضهم سنة. قالوا أنا تبقى عندي إلى العام المقبل كله وأثر زيارة معي من أثر ما تنزل ومن أثر ما حصل ومن أثر ما ارتقى ومن أثر ما شاهد ومن أثر ما كان. الله لا يحرمنا هذه الخيرات والمواهب الكبيرات. وسمعتم في منهجهم السوي يقول إذا نابتهم نائبة زاروا النبي هود بنية رفع النائبة والشدة عن المسلمين. وقال الحاجة داعية ونحن كذلك الحاجة أشد وأعظم وأدعى لأن نخلص قلوبنا ونتوجه إلى ربنا. فإنها ما تقع لك من سواه استجابة لا ولا رب غيره يطلب ويهترابه. يا سميع الدعاء يا من إليه الإنابة والذي فيه رجوانا ومنه المهابة. الرجاء فيه والمهابة منه لأن الأمر أمره والملك ملكه جل جلاله. وأنتم في نعمة الله تتصل قلوبكم بأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله من طريق خواصها الحضرة القدس ومن طريق خواص المتحققين بحقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. قال الحبيب إبراهيم بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله كنا نطلع من المسيلة من مسيلة آل شيخ يوم الاثنين ليلة الثلاثة من شان نحضر مولد الحب علي ونرجع معنا الجماعة نطلع من ونرجع من مولد إلى مولد. يقول ولقد حضرت دروسه وعظاته في مسمعي وله علي أيادي. الكلمات اللي يسمعوها منه رسخت في أذانهم رسخت في قلوبهم لأن حقهم يلشع كما قالوا ويظهر أثر لك في الحياة المقبلة وإلى عند الغرغرة يجيك إلى القبر يأتيك وتأتيك أثار الاتصال بهؤلاء الرجال. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ووفر حظنا من سر المجالس المباركة هذه. وين ختم رجب بخير دخل علينا وما درينا به إلا خارج وبيرحل عنا وعسى بركته إن شاء الله ونوره ولا يجعله الله آخر العهد من هذا الشهر ويعيدنا إلى أمثاله. وتقع الزيارة هذا العام من أبرك الزيارات إن شاء الله علينا وعلى أهل الإسلام وعلى أهل الوجود كله. كل يحرك نيته الصالحة ويدخل في أهل هذه التجارة الرابحة ولا يتكاسل عن حضور زيارة يقدر على حضورها. قال ربما شيطانك يخلفك عن زيارة ربحك فيها وفوزك فيها والنظرة بتقع لك فيها ويكسلك عنها. فما استطعت فحضر بحضور القلب والحضور مع القوم وسط سيل الإجابة من الله سبحانه وتعالى والعطايا الكبيرة. وفر الله حظنا وإياكم واجعل لها عظيم الآثار فينا. الحمد لله على بقى هذا الخير. امتع الله الحبيب أحمد بن عبد الله وذرية حبيبنا علوي كلهم الله يقر العيون بهم ويسير بهم في خير مسار والعترة المطهرة والمحبين الذين درجوا
على صدق مع الله تبارك وتعالى في البلدة. كم من واحد لو رأيتم حالته الليلة في القبر لانتعشتم وامتلأت أرواحكم لصدقه مع الله ولصدقه في المودة والمحبة. وكم من واحد طلعوه ما طلعته مظاهر عبادته، وإن كانوا عباد فيهم. قال الحب محمد الهدار جئت إلى مسجد سرور في آخر الليل مع الحب علوي يحزب، حصلت واحد من الأخيار المحبين يقرأ المقرى ويقوم يصلح القهوة ويجيبها لهم. قال قلت له كم لك في المسجد؟ قال 50 سنة. وانت وحب علوي كل ليلة؟ قال الحمد لله. قال له في 50 سنة ما قد تخلفت؟ قال من فضل الله، لا في مرض ولا في صحة ولا برد ولا حر، ما تخلفت. لأنا ولحب علوي كل ليلة نحن في ذا المكان على مدى السنين هذه كلها. سبحان الله، عملهم ديمة، وذا يعتبر عمي هذا عوامهم على أمر عجيب وأمر غريب. بعضهم حتى من اللي يتوفوا الآن قريب بتحصلوا من أيام الصغر إلى كبر وما فاتوا قيام الليل. وهكذا قال الحب عبد الله بن محمد في جنازة الحب محمد بن علي، قال ما فاتوا قيام الليل حتى ليلة وفاته من أيامه صغير مع والده. قال الحب محمد الهدار وعاد الحبيب عبد الله في صغره هو أخوه الحب علي أبو بكر الأطفال عادوا يحصلهم وينعسون، ويقول الحب محمد الصغار هذا لو خليتهم داخلون قال أبوي بغاهم يتعودون القيام. الولد بغاهم يتعودون وخلاهم يجوعون ويحضرون حتى وهم صغار عادهم ينعشون، قال مشان يتعودون القيام آخر الليل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجمعنا بهم في دار الكرامة وضاعف البركة لنا ولكم في هذا الاتصال وفي هذا الإقبال. الله يجعلها من أبرك الليالي علينا وعليكم، ونبلغ كلنا إن شاء الله رمضان في صلاح وفلاح ونجاح ودفع للبلاء عنا وعن الأمة في المشارق والمغارب. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب